السلام عليكم، أهلا وسهلا فيكم بقناتكم سفرة آية. وصفتنا لليوم أعزائي فطاير السبانخ أو كريب السبانخ، وصفة لذيذة وشهية وسريعة التحضير للفطور والعشاء. تابعوا الفيديو نشوف الطريقة ونستعرض المكونات مع بعض. في البداية راح أغسل السبانخ بشكل جيد وأنشفه من المي وأفرمه خشن، وكمان أفرم البقدونس ويكون مغسول ومنشف من المي مسبقا. راح أبدأ بطريقة التحضير. بسم الله وعلى بركة الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. راح أرفع طنجرة على نار متوسطة وأضيف قليل من زيت الزيتون. راح نزل بصلتين مفرومة ناعمة وأستمر بالتحريك. راح أضيف لها ملعقة وسط من الملح حتى يذبل عندي البصل بسرعة. وهاي عندي البصل ذبل، بعد 3 دقائق راح أضيف السبانخ. راح أستمر بتحريك السبانخ مع البصل وزيت الزيتون حتى يذبل تماما. نستمر بالتحريك على نار متوسطة لمدة 5 دقائق تقريبا. وهي بعد 5 دقائق السبانخ ذبل مع البصل. راح أسكبه في طبق وأتركه حتى يبرد تماما. وهاي عندي السبانخ ذبل، راح أضيف البقدونس وحبات من الثوم والبصل الأخضر وأستمر بالتحريك وأخلطه جيدا. راح أضيف ملعقة وسط من الفابريكا، وممكن نضيف كمان ملعقة وسط من الكركم وملعقة وسط من الكزبرة الناشفة وملعقة وسط من الفلفل الأسود. أما إضافة الملح حسب الرغبة، راح أضيف كمان ملعقة وسط من الملح ونخلط المكونات بشكل جيد. عندي 4 حبات من البيض راح أخفقها بشكل جيد وراح أضيفها للخليط. وهلأ بدنا نضيف كوب من الحليب السائل ونخلط المكونات بشكل جيد. هاي المكونات، أما المقادير فحسب الرغبة وحسب أعداد الأسرة. نخلط المكونات، وهلأ في المرحلة الأخيرة راح أضيف كوب من الدقيق أو الطحين. راح ننخله بهذا الشكل ونضيفه للخليط. مع الدقيق راح نضيف ملعقة كبيرة من النشا، راح نضيف كمان ملعقة صغيرة من الكربونات. ما بدي اياها تنفش كثير، ولكن بدي اياها ما تطلع معجنة. هاي ملعقة النشا، راح نضيف كمان ملعقة صغيرة من الكربونات. نخلط جميع المكونات حتى تتماسك، وراح نتركها ترتاح مدة 5 دقائق. وهاي عندي الخليط جاهز، نتركه يرتاح مدة 5 دقائق ونبدأ بطريقة قلي الفطاير. في هاي المرحلة أعزائي تكون النار متوسطة. راح نرفع مقلاة على النار، راح أحط فيها قليل من الزيت النباتي. يسخن عندي الزيت، راح أضيف قرص الفطاير، فطاير السبانخ. من تنضج عندي راح أقلبها على الجهة الثانية،
وراح أضغطها بهذا الشكل حتى تنضج تماما، وما يكون القرص كثير سميك حتى يستوي معاي بسرعة، وما يكون رقيق حتى ما ينحرق، يكون بهذا الشكل. وهاي عندي قرص الفطاير استوى، راح أحطه بطبق وأبدأ بقلي القرص الثاني. عندي نار متوسطة، راح أضيف قليل من الزيت النباتي، أتركه حتى يسخن تماما. راح أتناول الخليط بالمغرفة أو بملعقة كبيرة، راح نزلها بالمقلاة بهذا الشكل، راح أمد القرص بهذا الشكل. ولاحظ من يستوي الطرف الأول راح أقلبه على الطرف الثاني حتى ينضج تماما، ومن ألاحظ أنه استوى القرص راح أخفف النار وأتركها حتى تنضج تماما. وصفة كثير لذيذة وشهية، وطريقة تحضيرها سهلة، أتمنى تجربوها وتعطوني رأيكم. ونستمر بشوي أو قلي الفطاير. راح نساوي كمان فطاير السبانخ بالجبن. أي نوع جبن موجود عندك ممكن تحطيه داخل الفطيرة أو داخل القرص. بنفس الطريقة أعزائي، راح نرفع مقلاة على نار متوسطة، راح أضيف قليل من زيت النباتي، راح نتركه يسخن، وراح نزل عجينة الفطاير. أي نوع جبنة موجود عندك ممكن تحطيه داخل الفطيرة. أنا متوفر عندي هذا الجبن بشرتو، راح أضيفه لقرص الفطاير. من تلاحظوا أعزائي إنه شوى القرص تخففوا النار. هاي شويتوه من الجهة الأولى، وراح أشويه من الجهة الثانية. وهلأ بدي أحط الجبن بهذا الشكل وأطوي قرص الفطاير بهذا الشكل، ونضغطه حتى يسيخ الجبن، وراح نقلبه على الجهة الثانية مثل ما تلاحظون. وهاي عندي الفطاير جاهزة، راح نكفي بقية الكمية. أتمنى تعجبكم الوصفة، أتمنى تجربوها، وصفة كثير لذيذة وشهية. وهاي عندي الفطاير جاهزة، بعد ما تبرد راح ساويها على شكل مثلثات. وهاي عندي فطاير جبنة جاهزة، ممكن تتناولوها مع كاسة عصير، ممكن تتناولوها مع الشاي، ممكن تضيفوا لها قليل من الكاتشب أو المايونيز حسب الرغبة. وصفة كثير لذيذة وشهية، أتمنى أعزائي يعجبكم الفيديو وتعجبكم الوصفة. إذا أعجبكم الفيديو أعزائي ما تنسوا اللايك. إذا تشاهدوني لأول مرة أتمنى تشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد. الطعم كثير كثير لذيذ، ومثل ما تلاحظون أعزائي القرص وسط، ما يكون سميك ولا يكون رفيع. وصحة وألف عافية. أشكركم كثير أعزائي على حسن المتابعة والمشاهدة، وتحياتي للجميع، وأترككم بأمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.